الحمد لله يا مختار اني قدرت طالع مصاري معي. بقى مشان هيك عم اقول لحالي اني اشتري لي شي بيت احسن لي من القرقصه هي. تعمل زينة العائل. شايف لك رجعتنا رح تطول، هذا اذا ضل عنا بيوت نرجع عليها. انا شو فيني اخدمك؟ ما بقصر ابدا. تسلم تسلم يا مختار. يعني عم اقول اذا بتعرف شي بيت بده ينباع. ايه شو عليه؟ هلا منروح لعند الدلال ومنقول له يشوف لك بيت اذا مصاري جاهزه. ايه والله يا ريت، والمصاري جاهزه والحمد لله. في شغله تانية بدي اسالك عليها. ايه تفضل قول. حمام الحاجبيه مين صاحبه؟ صاحبه ابو نبيل، بس ما بيبيعه، حاطط فيه عمال عم يمشوا له الشغل. هلا انا مو نيتي اني اشتري، انا عم افكر اني استكري شي حمام واشتغل فيه. شنو هي شغلتي الاساسيه؟ ايه شو عليه؟ انا رايي تشوف ابو نبيل بركي باجرك يا هيك قلتك؟ سيدي جرب، ما لك خسران شي. ايه منجرب. معناتها خلينا نروح هلا بالاول نشوف الدلال. ايه شو عليه؟ خلينا ندق الحديد وهو حامي. يلا يا رب. شرف سيدي. يلا.